الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من كل شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين. وقفنا في الفيديو السابق عند هذه الآيات، المقطع الثاني من سورة الطارق. طلاب الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الثالث، ركزوا معي جيدا. قرأت هذه الآيات الفيديو السابق وسوف أقرأها هذه المرة جيدا حتى يتسنى لك مراعاة الأحكام في هذه السورة. يوم تبلى، لابد من قراءة حرف الباء، أقول يوم تبلى السرائر، هنا المد المتصل مقداره 4 حركات، أقول يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة. هنا غنة لوقوع حرف القاف بعد النون ساكنة، تنوين حكم من أحكام التنوين بعد حرف الواء من الحروف يرملون، الواو جاءت بعد التنوين، فقول قوة ولا فيها غنة، أقول فما له من قوة ولا ناصر، وابتزن في حرف النون ابتسامة، أي حرف مرقق، نا نا ما أقولش نا نا، أي حرف النون هنا حرف استفال، حرف مرقق، أبتسم عند قراءة حرف النون، والألف يتبع ما قبله من التفخيم والترقيق، فأقول ولا نا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء، هنا مد متصل مقداره 4 حركات، ذا حرف الأسوي، الرجع حرف الجيم حرف رقلة، أقول والسماء ذات الرجع. والأرض، أبتسم في الهمز هنا وأقول والآ، آ حرف استفال أي مرقق، الراء حرف مفخم والضاد كذلك، أقول والأرض، والأرض ذاتي حرف الذال حرف لا ثوي، الصاد، الصاد حرف مفخم والدال ساكنة مقلقلة، أقول والأرض ذات الصدع، والأرض ذات الصدع. إنه حرف النون المشددة والميم مشددتين، النون والميم المشددتين فيهما غنة مقدار 2 حركات، أقول إنه لقول فصل حرف الفاء وقع بعد التنوين، هنا حكم من أحكام التنوين، النون ساكنة والتنوين فيها غنة، أقول إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، لاحظ النون مشددة، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. معاني المفردات أقولها سريعا. يوم تبلى السرائر أي تختبر سرائر العباد من الفرائض وقيل الصوم والصلاة، ذات الرجع أي ذات الغيث والمطر المتكرر الذي ينزل برزاق العباد، ذات الصدع أي ذات التشققات التي يخرج منها النبات، لقول فصل أي لقول حق، الهزل هو اللعب، يكيدون كيدا أي يمكرون ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيد الباطل، وأكيد كيدا أي أن الله تبارك وتعالى يمكر بهم كما يمكرون، ومكر الله أن يمهلهم حتى إذا أخذهم لم يفلت. تفسير مبسط سريع بالمعنى الإجمالي لهذه الآيات، أي يوم القيامة تختبر سرائر العباد من الفرائض التي ليس عليها رقيب على العبد إلا الله عز وجل، فيظهر منها يومئذ ما كان مستخفيا عن أعين الناس في الدنيا بأن يقول الرجل أنه صائم وهو ليس بصائم، فما له من قوة تمنعه من عقاب الله ولا ناصر ينصره يومئذ. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء والغيث أو الغيوث التي تنزل بأرزاق العباد كل عام، وأقسم بالأرض التي تتصدع وتتشقق بالنباتات، إنه لقول حق وما هو باللعب، إن المكذبين الذين يمكرون ويكذبون ليصدوا عن الحق ويؤيد الباطل، فالله يمكر بهم أيضا، والله أشد مكرا وأشد تنكيلا، ومن مكر الله تعالى إملاؤه لهم، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت.
التفسير المصور، هيا بنا. يوم تبلى السرائر، انظر إلى الصور، كل آية مرتبطة بصورة حتى توضح لك المعنى وتثبت في ذهنك. والسماء ذات الرجع، أي ذات المطر المتكرر. والأرض ذات الصدع، أي تتصدع وتتشقق يخرج منها من خلالها ويتخللها النباتات. وهذه صورة أخرى. إنه لقول، هذا القرآن الكريم لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل، أي وما هو باللعب. إنهم يكيدون كيدا، انظر إلى هذه الصورة ثم هذه. إنهم يكيدون كيدا، أي إن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون ويدبرون ليدفعوا بكيدهم عن الحق، ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل. وأكيد كيدا، أي وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي فلا تستعجل لهم أيها الرسول بطلب إنزال العقاب بهم، بل أمهلهم وأنظرهم قليلا ولا تستعجل لهم. هذه هي خريطة العقل الذهنية. انظر إلى الآيات هذه، هذه مفاتيح للآيات مرتبطة بصور بسيطة، والسماء والطارق، لكن مع زلة هنا ألف ولام، لام شمسية، لكن هذا خطأ. يعني هي شاكرين على المجهود لهذه أو لمن فعل هذه الصورة وهذه الخريطة على الإنترنت، ولكن هذا الخطأ يعني غير مقصود. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، أي رجعه إلى الحياة بعد الموت. يوم تبلى السرائر، أي تظهر وتختبر يوم القيامة، فما له من قوة تمنعه ولا ناصر ينصره يوم القيامة. والسماء ذات الرجع، أي المطر. والأرض ذات الصدع، أي تصدعت بالنباتات. إنه لقول فصل، أي هذا القرآن قول حق، وما هو بالهزل، أي وما هو باللعب. إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون ليصدوا عن الحق ويؤيدوا الباطل. وأكيد كيدا، أي أن الله تبارك وتعالى يمكر بهم كما يمكرون، ويمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين. فيمهلهم قليلا حتى يأخذهم، فإن الله إذا أخذهم لم يفلتهم. هذه هي خريطة العقل الذهنية لسورة الطارق. الدروس المستفادة، انظر، الصورة ثلاثة أجزاء. الجزء الأول من الآية 1 حتى الآية 4 تتحدث عن أن الإنسان قد وكل به من يحرسه من الملائكة الأبرار بعد القسم. يعني الله أقسم بالسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، قال إن كل نفس لما عليها حافظ. هنا في الآية من 15 على قدر أدلة على قدرة الله تعالى على إعادة الإنسان بعد موته، فقال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. في الآية من 11 ل 17 بيان صدق القرآن وتوعده للكفرة بالعذاب. هنا بعض نماذج الكتابة، كتابة الآيات من بعض الطلاب مثل هذه. هذه كتابة بعض الطلاب الصف الثالث للآيات من سورة الأعلى، ولكن أنا أذكرها كمثال لكتابة إن شاء الله سورة الطارق. أتمنى أن الطلاب الأعزاء يكتبوا سورة الطارق ويراعوا التشكيل للصورة إن شاء الله، ويرسلوها عبر الوصف على إدارة المدرسة إن شاء الله. هذا الطالب عبد الملك، وهذا الطالب هيثم، من الطلاب المتميزين في الصف الثالث، وهذا علي، وهذا الحواري. أنا أخذت بعض النماذج فقط، والله أتمنى أن أسرد جميع الطلاب كلهم ما شاء الله متفوقون، ولكن هذا الذي كنت صورتهم خلال الدراسة. هذا إن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو ذلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه وراء. إن شاء الله في انتظار تعليقاتكم إن شاء الله ورسال المقاطع لإدارة المدرسة. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.